بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة في مسيرة 100 فقرة من كتاب الامتحان. إن شاء الرحمن الرحيم النهاردة هنتناول مع بعض الفقرة 71 بعنوان نابليون بونابرت. ولد أمبراطور فرنسا في مدينة أجاكسيو بجزيرة كوريسيكا. خلي بالنا بس إشارة كده إن كلمة ولد مبني للمجهول، والمضارع منها يولد أيضا مبني للمجهول، وكلمة مشهورة قوي بتساعد بيجيبها في الامتحانات وما بتاخدوش بالكم منها، هي كلمة يوجد. معلش هي حاجات بتفكرني بحاجات، بس إشارات مهمة للغاية، عايز الناس تخلي بالها إن كلمة يوجد فعل مبني للمجهول، والاسم الواقع بعد يوجد يعرب نائب فاعل. يعني لما اقول يوجد البترول في صحراء السعودية مثلا، يبقى كلمة البترول هنا نائب فاعل. معلش يجي حاجة كده، ايه بقول لكم اشارات كده مهمة للغاية. فكلمة يوجد فعل مبني للمجهول. ولد امبراطور فرنسا في مدينة اجاكسيو بجزيرة كوريسيكا، وتعلم في الاكاديميات العسكرية. نعت الكلمة الأكاديميات، وأكاديميات مجرورة، يبقى نعت مجرورة علامة جره الكسرة. الأكاديميات العسكرية في فرنسا. تخرج في 16 من عمره برتبة ملازم. الرتبة الملازم يعني دي مضاف إليه، رتبة الملازم أو الرتبة بتاعة الملازم، يبقى هنا كلمة ملازم هتبقى مضاف إليه مجرورة علامة جره الكسرة. برتبة ملازم ثان في الجيش الفرنسي. ترق حتى أصبح قائدا. طبعا أنا عارف كويس قوي هو جايب كلمة ترقى دي ليه، علشان طلاب كتيرة جدا للأسف هتعربها فعل مضارع ومرفوع، رغم أنها فعل ماضي مبني على الفتح المقدر. فعل ماضي ليه؟ ده بيبدأ بتاء. أيوة يا جماعة المشكلة، الفعل الماضي يبدأ بتاء ويبدأ بياء، الموضوع مش موضوع شكلي. ما هي كلمة يائسة بتبدأ بياء ومع ذلك فعل ماضي، وكلمة ترقى فعل ماضي، خلاص هو ترقى، خلاص ترقى، يبقى فعل ماضي مبني على الفتح. فأرجو نخلي بالنا بلاش الأفعال اللي بتبدأ بتاء دي نقوم على طول كده إيه واخدانا كده الإيه الحماسة ونقوم كاتبينها فعل مضارع وتطير الدرجة، عشان المعلومة يعني ما يغلطش فيها طفل في ابتدائي. فأرجو لو سمحتوا انتبهوا، بل إن فعل الأمر ساعات يبدأ بتاء. فعل الأمر، ما قلت تكلم يا بني حتى أراك، تكلم هنا فعل أمر مبني على السكون، فبلاش الإجابات سابقة التجهيز. لو سمحت فكر في الكلمة الأول وبالراحة، وخلي عندك الحساسية ديت إن لازم تخلي بالك الكلمة في زمنها إيه، هل هي ماضي ولا مضارع ولا أمر ولا إيه بالظبط. ترقى حتى أصبح قائدا للجيش الفرنسي. قام بحملة على مصر وأصبح حاكما لفرنسا لمدة 14 عاما. طبعا دي هنقف قصادها شوية لأنه عايز بقى نحول الأرقام، وقصة الأرقام دي إن شاء الله بإيه نتناولها بإذن الله. انتهت حياته، يبقى دي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والهاء في حياته ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، لأن التاء في انتهت طبعا دي تاء تأنيث لأنها ساكنة، وكلمة حياته هنا من اللي انتهت حياته تبقى فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. بهزيمة في معركة واترلو، وسجنه الإنجليز في جزيرة سانت هيلانا في جنوب الأطلنطي، وتوفي بالسرطان سنة 1821 ميلادية. أعربنا استخرج بقى السؤال بقى بولي، استخرج من الفقرة خبرا لناسخ وبين نوعه. طبعا ده سؤال مريح لأنه فتح لي المسألة على الآخر، بقول لي استخرج خبرا لناسخ، يعني ما حدد ليش لحرف ناسخ ولا فعل ناسخ، أي ناسخ، وما حدد ليش خبر جملة ولا مفرد ولا شبه جملة، الموضوع مفتوح تماما. تعالوا نشوف كده، لما قال هنا مثلا في الجملة اللي هي حتى أصبح حاكما أهو، وأصبح حاكما برضو أصبح قائدا، الاثنين ديت كلمة قائدا خبر أصبح مفرد منصوب الفتحة، وكلمة حاكما أيضا خبر أصبح مفرد منصوب وعلامة نصبه يا شباب الفتحة. اسم فاعل وبين فعله، برضو بسيطة، اسم فاعل سواء بقى برضو ما حدد ليش لا ثلاثي ولا غير ثلاثي. طب تعالى كلمة ملازم، أيوة صح كده ملازم، جاي من الفعل لازم. خلي بالك هنا اللعبة الدرجة ممكن تطير منك في الفعل، ما تقوليش الفعل من ملازم لازمة، ده من مضمومة مكسور ما قبل الآخر، يبقى لازم تطلع لي الفعل بتاعي لازم يطلع لي غير ثلاثي، وأنا كنت أشرت إليها في أسئلة كتير قبل كده،
فخلي بالكم يا شباب من الحته دي. يبقى ملازم ما نقولش لازم، نقول لازم، لازم يطلع اكثر من ثلاثي. استاذ طب لو انا طلعت كلمه ثان صح، بس يعني اخشى عليك تجيب الفعل غلط. هي ثان فعلا اسم فاعل من ثانيه، يعني اثنين يعني، تمام. يبقى ثان اصلها ثاني على وزن ايه يا شباب؟ على وزن فاعل. طب ممكن اطلع قائد؟ اه صح، طلع قائد وتبقى قادة. طب حاكم؟ تمام، وحكمة. المهم تخلي بالك انه اذا كان ثلاثي تلتزم بالثلاثي، واذا كان غير ثلاثي تلتزم بغير الثلاثي. آه سؤال بقى من الحاجات اللي بتتنسى كتير قوي، اسم مرة وبين فعله. يعني ايه اسم المرة او اسم المرة؟ هو كلمة على وزن فعل تدل على حدوث الشيء مرة واحدة. يعني بصوا، قامت بحملة اهي، حملة على وزن فعلة، يبقى حملة فعلة تدل على حدوث الحملة مرة واحدة، يعني حمل حملة على مصر. أنبه وأذكر بقى إن اسم المرة بنجيبه إزاي بطريقة بسيطة قوي. بصوا الشباب اسمعوني كده، أجيب الفعل من المفعول المطلق، يعني أجيب المفعول المطلق من الفعل. يعني ضرب، أجيب المفعول المطلق الأول ألاقيه ضربا كده. المفعول المطلق مذكر، يبقى كل اللي هعمله عشان احصل على اسم المرة ان انا احط له تاء تأنيث. لو طلع المفعول المطلق مذكر احط له تاء تأنيث، يبقى ضرب ضربة. اكل، هات المفعول المطلق اكلا، يبقى اكل اكلة. هات المفعول المطلق مثلا من فرحة، ها فرحة فرحا، تبقى فرحة فرحة. يبقى كل اللي هنعمله هنجيب المفعول المطلق ونحط له تاء تأنيث، ونتأكد انه طلع على وزن فعله، يعني ضرب ضربة فعلة خلاص. مثلا حمل حملة فعلة، تمام. ها أكل أكلة فعلة، تمام. طب افرض جلسة، تعال نجرب في جلسة كده. كلمة جلسة لو جبت المفعول المطلق بتاعها هتبقى جلوسا. أيوة ده المفعول المطلق، ما تقوليش جلسة، لا أنا بقولك المفعول المطلق العادي الأول الطبيعي، ما تقفزش، ما تعديش خطوة وتروح للخطوة التانية وانت كده ماشي نغمة موسيقية، انت مش ماشي قاعدة. أنا بقول هات المفعول المطلق من جلسة، يبقى جلس الرجل بين الضيوف جلوسا طويلا، اهو ده المفعول المطلق يا سيدي عشان تتاكد منه. طب جلوسا لو حطيت لها تاء تانيثه تبقى جلوسه، ده الصح. مش انت قلت لي يا استاذ ان اسم المره يساوي المفعول المطلق زائد تاء تانيث؟ اه، بس بزود لك معلومه كمان بقى، لو ما طلعش لوحده على وزن فعله انت تجبره على وزن فعله. يعني كلمه جلوسه اللي احنا طلعناها دلوقتي وطلعت لنا جلوسه، العلماء قالوا لنا لا احنا عايزين نوحد شكل اسم المره، فقال لك خلاص يبقى جلوسه دي بنعملها ايه؟ جلسه. يبقى اذا المفعول المطلق زائد تاء تانيث، ونتاكد ان على فعله. لو ما جاش على فعله احنا نخليه على فعله زي كلمه جلوسه دي. كل اللي انا قلته ده من الثلاثي، كل اللي انا قلته ده من الفعل الثلاثي. لاحظين، حمل ضرب جلس فارحه، كل ده ثلاثي. طب افرض بقى الفعل المفعول المطلق، انت بتقول حط تاء تانيث، افرض المفعول المطلق جه مؤنث. يعني بعض الكلمات زي كلمة دعوة، لما أقول دعوته إلى الفرح دعوة، دعوت أصدقائي إلى العشاء دعوة، ده مفعول مطلق منصوب الفتحة مش دعوا. يبقى نعمل إيه كده؟ نيجي نحط تاء تأنيث تانية، يعني نقول دعوت أصدقائي دعوة. ما ينفعش، ما فيش حاجة دي كده طبعا، أكيد أنت فاهمني. يبقى تحط كلمة واحدة، وما تحطش كلمة واحدة إلا مع المفعول المطلق المؤنث فقط، فتقول دعوته إلى الإفطار دعوة واحدة. واحدة، مش كل يوم يفطر عندنا يعني. يبقى دعوته إيه؟ دعوة واحدة. فكلمة واحدة هنا فهمتني إن كلمة دعوة مش مفعول مطلق بس، أو مش مصدر بس، هي مفعول مطلق برضو، هي تعرب على فكرة حسب موقعها في الجملة، واسم المرة يعرب مفعول مطلق عادي برضو، هو إعرابه عادي. لكن اسمه إيه؟ اسم مرة لما الاقي كلمة دعوة بعدها كلمة واحدة يبقى اسمها اسم مرة. لكن لو لقيت كلمة دعوة ما فيش بعدها كلمة واحدة يبقى مصدر عادي، المصدر الصريح يعني. يبقى ايه الفرق ما بين المصدر الصريح المؤنث واسم المرة المؤنث؟ كلمة واحدة. وجابها له قبل كده، قال له لما اقول لك مثلا ايه، استقمت في العمل استقامة، استقمت في العمل استقامة واحدة، استقمت في العمل استقامة المؤمن. يلا عم خد عندك بقى الثلاثة دي، ما الفرق بين كلمة استقامة في الثلاث جمل؟ استقمت في العمل استقامة واحدة، عفوا الأول، استقمت في العمل استقامة تبقى ده مفعول مطلق، ده المصدر العادي، وهي مفعول مطلق صح، إعرابها مفعول مطلق، ده مصدر عادي، مصدر صريح. أقول له استقمت في العمل استقامة، ده مصدر صريح. طب استقمت في العمل استقامة واحدة بقت اسم مرة، يعني مرة واحدة اللي استقمت مش عارف استقيم تاني مثلا يعني.
افرض انا قلت بقى استقمت في العمل استقامة المؤمن، واضح ان هي هنا بتبين هيئة حدوث الفعل، بقت اسم ايه كده؟ اسم هيئة. يمكن انا انتهزت الفرصة ورجعت معاك اسم المرة، ورجعت معاك اشرت الى اسم الهيئة سريعا، لان اسم الهيئة هو شكل اسم المرة بالظبط، بس بيجي على وزن فعلة بالكسر، يعني ضربته ضربة، كسرته كسرة، فرحته فرحة الطفل. يبقى دي يا شباب اسم المرة من الثلاثي، ومن غير الثلاثي بيجي مالوش وزن معين، بإضافة تاء تأنيث إلى المفعول المطلق المذكر، وإضافة كلمة واحدة للمفعول المطلق المؤنث. بس فيه حاجة قبل ما سيبها، معلش عشان ما يتحكش علينا في اسم المرة، ما هو رغم بساطة درس اسم المرة ده إلا أنه يا بيتنسى يا ممكن يضحك علينا. يعني إيه يا أستاذ جاني؟ طلبة كتير جدا بتقع في الخطأ الآتي، خطأ شائع جدا في اسم المرة. أقول له إيه؟ هات اسم المرة من كلمة فرحة وضعه في جملة من إنشائك. يوم الطالب يقول إيه؟ فرحة فرحة، ده كده فيها تاء تأنيث، يبقى حط كلمة واحدة، يبقى فرحة فرحة واحدة. طب ضربة، يقول لك ده المفعول المطلق من ضربة، ضربة يبقى ضربة واحدة. لا كده أنت اللي عايز تتضرب بقى لو عملت كده. ليه بقى؟ ليه بقى؟ ليه؟ عشان أنت ما جربتش المفعول المطلق المذكر الأول، وإلا كده كله هيطلع مؤنث. ما هو انت لو مشيت بالمنطق السماعي اللي انت ماشي بيه ده، هتطلع كل المفعول المطلق مؤنث، وبالتالي كله هيطلع كلمة واحدة. يبقى انا اعمل ايه عشان ما اقعش في الخطأ الشائع اللي زمايلي كلهم بيقعوا فيه؟ اما اجي اجيب المفعول المطلق، لو سمحت جرب الاول المذكر، لو لقيته مشي يبقى هتحط له تأنيث بس، لو ما لقيتوش مشي يبقى تجيب المؤنث وتحط له كلمة واحدة. ارجو ان تكونوا فهمتوني وتكونوا حذرتوا ما بين النقطه دي. يبقى كلمه حمله هنا اسم مره، والفعل بتاعها ايه يا شباب؟ حملا، فعل مبني للمجهول. اهو كنت لسه بنتكلم ولد، ولد، لا ده فعل مبني للمجهول، وما قالش اكتر من كده، ولد امبراطور فرنسا. فعلا ممنوعا من الصرف، طبعا انتوا عارفين ان في بعض السنوات فيها الممنوع من الصرف الغي، زي سنه 2015 كده الغي الممنوع من الصرف، لكن انا هجاوبه علشان طبعا دي تسجيلات ومحفوظه على شبكه الانترنت والفيديوهات بيتناولها الطلاب، فالله اعلم ممكن السنه الجايه عشان الطلاب ممكن تستفيد من هذه الفيديوهات. يبقى هنقول هنا الممنوع من الصرف كتير قوي هنطلعه برده عشان زمايلنا يستفيدوا منه. كلمة فرنسا طبعا لأنه علم مؤنث أعجمي، كلمة أجاكسيو برضو علم مؤنث أعجمي، وكورسيكا علم مؤنث أعجمي، فهذه الكلمات كلها ممنوع من الصرف لأنها علم أعجمي أو علم مؤنث أعجمي. حكم نابليون فرنسا لمدة 14 عاما. انت عارف بقى الحتة الرقم ده ببساطة يا جماعة، يعني الشكل اللي قدامنا دلوقتي هيبين لنا ازاي العدد بيتأنس وبيتذكر. العدد عشان تأنسه أو تذكره لكلمة 14 دي هنتعلم منها ونعمم على بقية الأعداد، الجزء الأول والجزء الثاني. يعني احنا عندنا كده جزئين في العدد، كلمة 4 وكلمة 10. العدد من 3 ل 9 بتخالف. يعني ايه تخالف؟ يعني لو جه اللي بعدها مذكر هي تيجي مؤنث. 3 رجال، 4 مثلا كتب، 5 جنيهات، لأن مفرد جنيهات جنيه، ومفرد كتاب كتب، مفرد كتب عفوا، ومفرد كتب كتاب، وهكذا. يبقى 3 رجال و4 جنيهات او 5 كتب. شوف مؤنثه مع المميز اللي بعدها، او التمييز يعني عفوا، التمييز اللي بعدها جه مذكر هي جت مؤنث. والعكس صحيح، يعني اقول مثلا ايه؟ 3 نساء، 4 قصص. شفت؟ عشان مفرد قصص قصه، فجت 4 مذكر. اذا يا شباب الاعداد من 3 ل 9 تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر. طب واحد واثنين اللي هما قبل الثلاثة لتسعة، واحد اثنين بقى دول بيطبقوا، رجل واحد امرأة واحدة، رجلان اثنان امرأتان اثنتان، يعني ده ماشي مع الطبيعي اللي احنا متعودين عليه. طب ورقم 10؟ ما هو خلاص كده الارقام خلصت، لان بعد كده كله مركب من الاعداد من صفر لتسعة، مش كده؟ طب رقم 10، رقم 10 لازم تحفظه بقى زي اسمك لو سمحته. لما يجي مركب يطابق، لما يجي لوحده يخالف. يعني لما يجي مركب يعني ايه؟ من 11 ل 19، لما يجي في الحدود ديت 11 12 13 14 15 وهكذا. لما يجي مركب مع حاجه يحترم نفسه كده وايه؟ ها؟ ويطابق، ماشي كده؟ لكن لما يجي لوحده يبقى كانه لوحده كده بقى ايه؟ يخالف. احفظها باي طريقه، العشره مركبه تطابق ومفرده تخالف. طب لو جبنا هنا بقى كلمه 4، هنتعامل مع كل رقم على حده، خلي بالك. يبقى كلمه عاما دي ايه؟ مذكر، يبقى اقول 4 لانها تخالف. طب كلمه 10 مالها؟ تطابق، ما هي مركبه، يبقى اقول 4 10 عاما، 10 ع ش ر، ما فيش تاء تانيث يا شباب،
عشان هنا هتطابق كلمة عام. عارف لو كلمة سنة يعني الموضوع هيتقلب خالص. لو شلت كلمة عاما وحطيت كلمة سنة هقول بص بقى، ها سنة ده مؤنث يبقى كلمة أربعة تيجي مذكر، يبقى أقول أربع. طب وعشرة هتطابق يبقى أربع، ها عشرة سنة أربع عشرة عين شين راء تأنيس المرة دي عشان كلمة سنة، لأن العشرة تطابق مركبة. احفظ معايا احفظ معايا، التكرار بيعلم الشطار. العشرة تطابق مركبة تخالف مفردة، هي هنا هتطابق. ودي فكرة سؤال حلوة. ممكن أقول لك 14 عاما، شيل كلمة عاما يبقى لك كده في الامتحان، أقول لك أربعة، ها أربعة عشرة عاما، احذف كلمة عاما وضع مكانها كلمة سنة وغير ما يلزم. مش سؤال غير ما يلزم، ده بيجي كتير في ربط جملتين شرط، في مش عارف جر كلمة مثلا، أو حط كلمة عسى بدل كلمة بدأ، مش ده بيحصل. فدي فكرة سؤال جديدة فانتبهوا لها شباب. الأعداد مهمة وبسيطة للغاية، والعدد عموما أصلا بيعرب حسب موقعه في الجملة، فهي مش قصة إعراب دلوقتي، هي قصة المطابقة والإيه والمخالفة. يبقى خلاصة القول، واحد واثنين تطابق، من ثلاثة لتسعة تخالف، العشرة تطابق مركبة تخالف يا شباب مفردة. بولي نحن نتذكر الحملة الفرنسية على مصر، ده مختصا شوف بقى الحاجات اللي هي الايه السهل البسيط اللي بتناسب بقى. يبقى نحن المصريين، نحن المصريين، خلي بالك وانت عارف طبعا المختص بيعرب مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص أو أعني، وبالتالي كلمة المصريين هنا لازم تيجي في حالة نصب، يعني لازم تيجي في ياء، ما ينفعش أقول نحن المصريون. يبقى نحن المصريين نتذكر الحملة. ممكن بقى يجيب لك ايه عارف، يقول لك صورة المختص، صورة دي بقى من المعلومات البسيطة اللي بتتنسى، هو كده بيغلطك بالنسيان مش بيغلطك بعدم الفهم. المختص صوره كام يا شباب؟ تذكروا جميعا، يا ريت تدونوا ورايا. صور المختص يا اما معرف بال، يا اما مضاف، يا اما ايها وايتها. يبقى لو كان طلب مني كلمة او صورة المصريين اللي انا جبتها دلوقتي كنت هقول له معرفة بال. طب لو جبتها أيها وأيتها، نحن أيها المصريون، أيها المصريون، لأنها نعت ونعت مرفوع، واللي بعد أيها دايما بيبقى مرفوع. لو جبت أيها خلي المصريون مرفوع، مال مين اللي منصوب يا أستاذ كلمة أيها بقى؟ هنعرف أيها أنت بقى إيه؟ مختص مبني في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص أو أعني، والهاء حرف التنبيه لا محل له من الإعراب. فانتبهوا لهذه الفروق البسيطة. السؤال الأخير بيقول لي اكشف في معجمك عن كلمة حياته. كلمة حياة، انتبهوا يا شباب، في حي ياء باب الحاء فصل الياء ثم الياء. أيوة كلمة حياة، حياته في باب الحاء فصل الياء ثم الياء. وبكده يكون التدريب 71 تم بحمد الله. أبنائي وبنات الطلاب، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء في فقرة 72 إن شاء الله بإذن الله، والفقرات القادمة بإذن الله، وأرجو أن تكونوا استفدتم من هذه الفقرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.